الشبكة دي بيجي لها بالساعات بالعربات، بيجوا بيتصلوا، زول بيقول لك ان احنا قاعدين في قلب الصحراء. انا قاعد في معسكر، يقول لك انا قاعد في معسكر استوعبوا مني 63 شخص من جميع القبائل، وده قاعدين معي في معسكر واحد. تم اختيارهم من اداراتهم الاهلية وادوهم امر التحرك عشان يمشي يتم ترقيتهم. يقول لي ان احنا عشاء ما تعشينا، جينا الشبكة عشان نتصل، جينا الشبكة عشان نتصل. داري نسأل الإدارات الأهلية ما تكون مالها دراية بالشيء اللي حاصل. الغادات بتتصل، زول بيستقبل تليفونك ما في كده، شوفوا شنو انتم موجودين في الشبكة، إذا أدونا اللي حاصل شنو في إداراتنا سوت شنو، والغادات عملوا لنا شنو. زول من معسكر واحد بيقول استوعب مني كم 60 شخص، ده من حقه يسأل ومن حقه يزمكم ومن حقه يعمل أي شيء. يقول من قبيلة واحدة استوعبوا 8 أشخاص معي في المعسكر، 8 أشخاص تم ترشيحهم من إداراتهم الأهلية، اختاروهم إداراتهم الأهلية وادوهم أمر التحرك عشان يمشوا ويبقوا ضباط. وانت هنا إذا سألوك وسمعتوا أي رسالة بتجونا بنفس حار بدون تفاهم وبكل ما نقدر نقول يعني، تجي تقول الدعم السريع ما محتاج يزول فوق 70 وفوق، حتى لو فوق تريليون. الدعم السريع دي كلها ثبتت أركانها، الدعم السريع دولة، سواء الغاية حقه ما في زول بيجي لزول في بيته بيقول أديني. أنا إنسان شقال قرابة من التأسيس، لازم أسأل من حقي وين ولا أسكت؟ أشيف الباطل وأشيف كل شيء وأسكت، ما أتكلم. اتكلم. دعم سريع ده في ناس ثبتت الأركان حقيته، وأنت بتعلم ذلك والكل بيعلم ذلك وجميع القادات بيعلموا ذلك، وأي إنسان من 2013 اليوم أنا هذا بيعرف ذلك. 7 شهر الإنسان لا يملك ولا جنيه سوداني، حقك اللي بيتم يجبوه يدوك لناس بيتكم، حقك اللي بترجع بوه يحولوا لك ناس بيتكم. في 7 شهر دي في النهاية بعض الأحيان تجيك لك 9400، تجيك لك 9600، بعض الأحيان تجيك ببدل عمليات تجيك لك 22. كلامنا صح ولا ما صح؟ صح. نادل إذا كان موضوع ما موضوع أهل، ما موضوع العسكري دي ما موجودة في ذاك الزمن، حرس الحدود وأبولدة وكل المراكز دي ما مفتوحة، ليه الناس بتجي وبترتكز؟ لأنه موضوع أهلي بحث. نعم قبيلة. بس حاليا برضو نفس ديك النتيجة، وحتى الأمر الواقع في أرض الواقع القوات دي بيشوفوها ملايش أهلية، ما عندها علاقة بدولة. مدام حتى الرتب والمحاصصات عبر الإدارات الأهلية الناس حقهم بطلبوه، والكلام اللي جاك واستقبلوه، والناس ديل ما في زول اليوم مقطع بيجي يداير شيء من الدعم السريع. ونفس الفهم اللي انتم ماشيين فوقه إذا ما تغيرتوا منه، بيجي يوم من الأيام الناس اللي كلهم في داخل الدعم السريع ديل بخلوا الدعم السريع وتطير قبل الريم عايش. شفت البلدة كيف؟ رأيك في البلدة شنو؟ لسه الناس تشير يا جماعة، لسه قدمت في تاني مكالمات صوتية كثيرة. أبرد بس، أبرد بس وجهز مويتك وجهز شاهيك بس يا جماعة، لسه كمية بتاعت مكالمات صوتية، كمية. أنا داير أديها، شفتها كوسموية. قفلوها 2000، قفلوها 2000. الليلة دبل، الليلة بل. لسه أنت شفتها قدام كسر السنون قدام، تقيل في كمية بتاعت حكات وتعرف الرتب ذاته بدوها كيف وبتاع. القبائل دي كلها مشتركة. ولا جد نخش في المكالمة الثالثة. أمسك أضانك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلنا بالجمعية، كيفكم؟ تسلم والله. الناس اللي بيجوا بهدوا تهديد مباشرة برا شوروا سياراتهم، إن شاء الله شوروا جراد التحنية بدل سيارات.
لا في ظلم يحتاج لكم هنايا، لا في ظلم يحتاج لكم انتوا لحميتي، لا لا منظومتكم دي. محمد صالح بيتكلم الحق والغيره ذاته بيتكلم الحق، ودارين مصلحه القبيله وليس عايزين ابحثوا عن مصلحه شخصيه، نطلع عن مصلحه عامه. شوف شجاعه الرجال كيف، زول شغال عسكري معاك وبيتكلم الكلام الحق وبيتكلم الكلام اللي بينفع القبيله، وذات ما محتاج يقول في الدعم السريع، وذات الدور شنو كيف يقولوا اللي برا عادي يا زول يكون ارتاح ذات. وانتوا ايام اللي بيقولوا احنا نتكلموا ما في ظلم حددنا وما في ظلم خوفنا، معتبر انجو كثيرا مفترض تج ما قلت قالوا لي لا، قالوا لي لا ما ادوني اذن، يدوك اذن كيف انت تظل ضابط وراسك مرفوع؟ انا عارف وما في ظلم بهدده ولا بتخاف من شيء، انا مفترض تنزل تج طول تدرروا تفهم ذاتك كك ظلين تحط لهم فطر بيض تقول لهم هذول دروا تبكم يلا برا بس ولا وجع راس. ايوه طول تبقى مالي. لكن الناس التعبانين مني اللي بيجروا يمشوا بيسجلوهم الدعم السريع، ما زي ده كلامه كده، هو ما قال مني انك اترككم بشر جوتو سجلناكم. العربي بي رح ليه والعجمي بين ليه، احنا عارفين كل الكلام، انسان بيضع من لسان عارفنا، استفزازي عارفنا كلام عديد عارفنا، وانتم ما محتاجين صح؟ المفترض تقول لهم رتبهم فتره بيت وتلقى مالي، والله انت والله خايف لا طمعان، وين خوف الطمع قاعد هناك، لكن لأهلك هيا زول هوي ملك. ايوه تتكلموا كيف انتم وانا قاعد قدامكم، ما تتكلموا مصلحه القبيله، دائرة المصلحه الشخصيه تعني، لكن مصلحه القبيله ما تتكلموا، هذا بس موضوعكم كله، ده شباب الدقاره اللي قاعد لنا في الشارع، انتم دين ذاتهم عرفناكم خلاص. اي ومحمد صالح ده والله شفته يعني يستحق رتبه اعلى رتبه، لواء عديد لو لانه لا فايتنا بشخصيه، لا فايتنا برجاله، لا فايتنا بمنطق اصلا، ما فايتنا بهن دين كل ما فايتنا به، زي كلامكم الان سامع ده والله، ولا ملازم فيكم، ملازم دفوكم خساره والله، انتوا قد ناس وقلتوا ما في ذول بهددكم وما خافين من شيء وما هي، يا اخي رقوا شبابكم معاكم دير، يا اخي شباب النوايا بدي رقوم العساكر ذي، احنا خلونا احنا ذول مدنيين ما دارين ترقية ذات وما دارين ذول يدينا حاجة عشان بعدين عتنا بقى يقول سيد لكم واديتكم وعمل لكم فاهمين والله؟ خلاص اوعاكم يا اخي، احنا بنتكلم في مواضيعنا الخاصة، انتم ما تتدخلوا في حاجات زي دي نهائيا، ما في ذول مشى لكم قال لكم تأمركم من الدعم سريع، وما في ذول قال يتلف لكم اي، بس التهديدات بس ما كويسة، تسلم جزاكم الله. لسه انت شفت حاجة امسك اغضانك، قفل 2000 يا جماعة اكتبوا لي، قفل 2000 نفك المكالمة الرابعة، ما قفل 2000 نقول لكم تحياتنا وتصبحوا على خير وشكرا لكم وليك قدام، قفل 2000 اكتبوا لي، ما قفل 2000 طوالك وماركين ستيكي يا استخبارات يا تك 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 يندقوا حكات بيناتهم، لسه الغريب قدام انت شفت حاجة قفل 2000 يا جماعة، قفل 2000 نمشي قدام، ما قفل 2000 نقول لكم باي باي 2200 اوكي تمام، لانه عمد نافع ده احنا شكرنا اللي بالخير امبارح، وزمان ذات شكرنا اللي بالخير قلنا زول شعبي زول قومي ما هين، وقال الراجل كان شكرته قال شيء انت قريب كل هدوء وسرور. يا اخواننا يا شباب احنا وقت مشينا ما شاورناكم، ما شاورنا اي نايبي، يعني احنا من طلاق دراسنا عمد وضباط مشينا وادونا سيارات ال 25 ديل، والسيارات دي يعني احنا كل عندنا ناس رابطين وفي ناس قبلانين، وسمعنا رسائلكم برضو انتوا ذات رابطين، خلاص احنا كده استفقنا معه كلنا سوا، انتوا رابطين واحنا كلنا رابطين، خلاص السيارات دي احنا نمشي ثاني نشوف السيارات دي زادونا فين، اهلا وسهلا نرجع لكم نشوفوكوا بعدك نسوي الكلام معكم، لا 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 ننزل ما زادوني الا 25 كان خلاص رابدينها، ونشكركم على كلامكم الجميل وعلى رفضكم لهذه السيارة، مشكورين جزيل الشكر كلكم جميعا يا شباب. ايوه كده بس سيارة
رفضوا. كلام جميل وكلام حلو، الناس كلهم بيشكروك تاني زياده، لكن تنزل بس يا اخي ما تقل ادبك وما تتمنطق لي هنا. أيوة. وما هنا هنا كان داير ما تطلع بس تمشي بيتكم يا اخي. أيوة. جايبك الهناي ده ايش هذا الكلام ده؟ سبحان الله يا اخي، تظلموا يا اخي مشكورين كلهم. عندك دول ضباط صباح ومساء بقلبوا بس سياراتهم داخل دمر اهلهم ويودون بسلاحه وبالذخيره وكل شيء، ما برضوا لاهلهم الزله ولا المسكنه ولا الاهانه. ناس شباب راكبين في سياراتهم صباح ومساء، عساكر مع عساكر راكبين بس ماشيين لافين معاهم وكل شيء.